خلف الشمس عبارة تقال في العادة للتهديد بإخفاء الخصوم والضحايا، وذلك حرفياً ما يعيشه مئات المختطفين والمخفيين في سجون الأطراف المتصارعة في اليمن. خلف الشمس هو اسم تقرير حقوقي أصدرته رابطة أمهات المختطفين ترصد فيه السجون السرية ومعاناة الضحايا المخفيين فيها بعيداً عن عدسات الصحافة واهتمام السياسيين من غير حول لهم ولا قوة. وفقاً للتقرير فقد رصدت رابطة أمهات المختطفين 262 سجناً وموقع احتجاز، تتصدر جماعة الحوثي الانقلابية الجهات المسؤولة عن السجون السرية بعدد 244 سجناً وموقع احتجاز، تليها ميليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتياً بعدد 8 سجون، بينما تتحمل الشرعية المسؤولية عن 4 سجون سرية إضافة لثمانية سجون لتشكيلات عسكرية لم يسمها التقرير. تباينت مواقع الاحتجاز والإخفاء عند الحوثيين بالمقارنة مع أقرانهم في الحزام الأمني، إذ يعتمد الحوثيون على نقاط التفتيش ومنازل المعارضين السياسيين والمواطنين ودور العبادة والمدارس كسجون للإخفاء وتعذيب المدنيين، بينما تستخدم ميليشيا الحزام الأمني المعسكرات ومنازل القادة الأمنيين للسجن والإخفاء القسري. فشقيقي حمزة حينما زرته تحول من شاب وسيم إلى وجه شاحب، ظهرت عليه ملامح الشيخوخة، برغم أنه في عمر الزهور. إزاء ذلك يحضر التساؤل عن الموقف الأخلاقي والقانوني المفترض من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، وكذلك عن موقف التحالف والشرعية كجهات رسمية مسؤولة عن حماية المواطنين في نطاق سيطرتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية.